معكم الكابتن علي العكش شيخ مدربي محافظة أسوان في كرة القدم والحاصل على شهادات تدريب عليا والحمد لله. عبد الناصر جه هنا في كومبو سنة من السنوات وراح الإصلاح الزراعي حتى كانت لي صورة وهو بيشرب الماء من القلة العادية وهو رئيس الجمهورية وزعيم الأمة. هذا تواضع عظيم، تواضع لا يتوفر إلا في الصالحين الطيبين. وراح شركة السكر لقي بعض الناس فرشين المنديل المحلاوي وحاطين عليه طماطم وجبنه ومش عارف حاجه زي كده. فايه الراجل صراحه ما قاموا واقفين الرئيس الرئيس الرئيس. فواحد قال له لو سمحت يعني كل لقمه منين. فعلا خد لقمه صغيره كده الراجل وكلها وساب وبيجوا يهتفوا له. وراح كان العامل بياخد 5 اسعار في نفس اليوم قرر ياخد 25 قرش. 25 قرش دلوقتي زي 2000 جنيه ونص. هذا عمل طيب. نمرة 2 بنى السد العالي وتحدى العالم وأمم القناة، قناة السويس اللي حاليا هيفتتحها قريب الرئيس، قناة السويس العظيمة. خلاص اللي حفروها أجدادنا بدمائهم وأرواحهم وعظامهم اليوم تعمر من جديد القناة الثانية. وإن شاء الله وإن شاء الله مصر منصورة. مصر في دائرة الربانية، والدائرة الربانية هي إيه؟ دول بلاد الشام والمدينة المنورة الآمنة وطور سينين المصري. اسمي إدريس محمد علي بنيان، من محبي جمال عبد الناصر ومن محبي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي صورة طبق الأصل من عبد الناصر في حبه لشعب مصر وفي وطنيته لمصر وفي حبه للفقراء. من ضمن الحاجات اللي عملها الرئيس جمال عبد الناصر اللي هي توزيع الإصلاح أراضي الإصلاح الزراعي وإصدار قانون الإصلاح الزراعي للمنتفعين. فجاء الرئيس السيسي الله يفتح عليه والله ينور عليه والله يطول في عمره ويجعله لمصر وللأمة المصرية وللأمة العربية عامة، قام بتمليك أراضي حق الانتفاع من الإصلاح الزراعي. فكانت خطوة جريئة من رئيس جريء وكلمته بتنفذ في الحال الرئيس السيسي، عشان كده أنا بفتخر.